دنينا ميس 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 عمر مختهش دكتور علي حرام المحاضرة الأسبوع ده كده عن ايه؟ سيمبل بي سيمبل بي هي دي سيمبل بي برضه هي نفس المبدأ نفس المبدأ بس السيمبل بي فيها كلام كده هنتكلم عليه كده المفروض انت بتاخد مثال بي تصميم الكاميرا تصميم الكاميرا من التطبيقات بتاعتها هي الميزانية يعني انت الأول هتتعلم تصميم الكاميرا العادية كاميرا عادية يعني ايه؟ نفس الفكرة اللي احنا بنستخدمها بس ده تطبيق خاص عليها يعني ده جزء منها تمام يعني دي حالة خاصة منها طيب الكاميرا العادية المفروض انت تبقى انت عارف تصممها ازاي ازاي تجيب القطاع بتاعها نوع القطاع طبعا احنا خدنا التصميم بنتكلم على بتاع التنشن والكومبريشن كنا بنجيب انجلز صح اللي هو ال مجرد ما انت تخش الكاميرا او عمود كده انت دخلت في حاجة تانية اللي هي ايه الار حرف الاي في الجداول هما حاجتين عندك اي بي اي او اتش اي بي عارفين الكلام ده يعني الجداول بتاعتي لما اجي اطلع قطاع للكاميرا البي سواء دي او الثانيه بستخدم عندي قطاعين اي بي لو الاحمال عندي مومنتات في اتجاه واحد لو عندي مومنت في الاتجاهين في الاكس والواي ببدا استخدم قطاع محمل شويه اسمه ايه اتش اي بي هتلاقي برضو قطاعات ثانيه في اتش اي اي في مش عارف حاجات ثانيه كتير لكن دول ايه اشهر حاجه احنا بنستخدمها المفروض الفكره كلها في الكاميرا ان انت بتحسب بتطلع القطاع بتاعها وتبدا تشيك الفرق بين ده الميزانين وبين الكاميرا العاديه حاجه اسمها لاترال تورشن بكر المفروض تبقى انت ايه عارف له خطوات كتيره كده تشيكات كتير المفروض الدكتور شرح صح؟ ايوه المحاضره لاترال تورشن بكر اللي هي الكومبريشن بتاعت الفلانج اللي عليها الكومبريشن بتسيبها ايه؟ بكر تبدا بقى تعمل تشيك عليها والان ان سبورت ومش عارف ايه الكلام ده كله فين؟ في الكاميرا العاديه اما هنا عشان تطبيق خاص طب ايه هو الميزانين؟ قال لك الميزانين ده بيبقى جزء اداري جوه المصنع يعني انا مثلا عامل مصنع استراحه جوه المصنع الاستراحه دي انا هعملها بستيب الاستراحه زي اوضه مثلا او اوضتين او مكتب مكتبين حسب الايه؟ وضع المصنع ارتفاع الميزانين زيها زي ارتفاع الدور مثلا حسب بقى 3 ل 5 متر مثلا حسب هو هيحددها لك في المساله ده بقى عباره عن ايه؟ عندي الشكل ده التراس العالي التراس العالي بتاعي جوه المصنع هتلاقي بقى فيه ميزانيه الميزانيه دي ممكن تبقى مش هتغطي المصنع كله يعني مش هتاخد المصنع من اوله لاخره هتبقى جزء بس في المصنع ممكن تبقى بعرض المصنع كامل عادي دي حاله نادره وممكن تبقى حته في المصنع يعني ممكن تبقى في الكلام ده هنا وباخرها كده بس اوضتين مثلا او مكتبين او ايا ما يكن يعني استراحه للمهندسين اللي معاك ارتفاعها مختلف عن ارتفاع المين سيستم، المين سيستم الارتفاع بتاعه هو مين؟ هو كلير هايت. الكلير هايت 7 8 9 مش شرط الميزانين او مش هيحصل ان الميزانين هتبقى ارتفاعها 10 او 9 لا بيبقى ارتفاعها ايه؟ حاجه بسيطه 4 من 3 ل 4 كانه ارتفاع دوري حسب بقى انت هتعملها كام دور او انت محتاجها فين تمام؟ عباره عن ايه؟ انا باجي هنا بتبقى عباره عن كاميرات حاجه اسمها مين بين وسكندري بين كاميرا رئيسيه وكاميرا ثانويه يعني مجرد كاميرات عامله كده في كاميرا رئيسي وعليه كاميرا ايه شايل كاميرا ثانوي كل الموضوع كله اكنك بتعمل ايه زي ما بنعمل سوليد سلاب والكلام ده بنعمل البلاطه وبعد كده نحط عليها تحتها كاميرات عشان تنقل الاحمال نفس المبدا بس دي كاميرات متقاطعه مع بعض كاميرا مين وكاميرا ايه سكندري وبما ان انا عايز اقفل فمحتاج احط طبقه من الخرسانه طبعا الخرسانه دي بتبقى صغيره عشان بحط على الكاميرات دي سطح كده الاول بيبقى فيه زي بروز وابدا اصب عليها طبقه من الخرسانه صغيره مثلا ايه من 8 ل 10 حاجه صغيره كده بحيث ان انا ايه اقفلها ويبقى عندي سقف ويبقى عندي مكتب كامل لايه للمهندسين اللي عندي طبعا احيانا لما بتبقى كبيره بنحتاج اعملها طبعا انت كده هتستغل العمود بتاع ده العمود بتاع اللينس صح هتستغل عليه وتشتغل معاه عادي بس انت احيانا جوه هنا هتكون المسافه دي كبيره مثلا فانا محتاج احط اعمده ثانيه الاعمده دي بسميها ايه؟ ميزانين كل بسميها ايه؟ ميزانين كل كل اللي انت عايزه في الدرس ده ان انت تبدا تصمم الكاميرات الرئيسيه والكاميرات الايه؟ الثانويه ابدا اشوف الكاميرا الثانويه صممها ازاي والكاميرا الرئيسيه صممها ازاي طيب في الامتحان ممكن يجي لك لي اوت على الكلام ده احنا خدنا اللي اوت العادي صح؟ اللي هو التراس العادي ممكن يجي لك جوه المساله حته ميزانين زي كده يجي يقول لك اعمل لي ليك اوت كل اللي انت عايز تعمله زي ما انا عامل البلان بتاعك بيبقى عباره عن ايه؟ كاميرا رئيسي طالع منه كاميرا ثانوي بحسب بقى عندك كام كاميرا وعندك دي الصغيره دي هي الكاميرات الثانويه والكبيره دي اللي هي شايلهم كلهم اللي هي مين؟ الكاميرا المين بتاعتي والسيكلس اللي فوق ده اللي هو بتاع السلام
خلاص هتروح ترسم له الرسمه دي بره البلان بتاعك خالص، يعني مش البلان اللي انت بترسمه اللي هو اللي احنا بنرسمه ده عادي ترسم جواه، لا انت هيكون الدكتور هيبقى محدد لك مثلا ادي بلان اهو، ويروح حد لك بس حته يقول لك هنا في ميزانيه، اعمل لي اللي اوت بتاعه، هتاخد الميزانين بابعاده وتطلعه اكس وتطلعه بره وترسم البلان ده. بلان سهل حسب بقى الابعاد اللي عندك، بحيث ان مثلا الطول ده ما يزيدش عن 8، له اشتراطات كده، والمسافه من الكاميرا السنوية للكاميرا السنوية بتبقى ايه؟ له ايه ارقام معاك ثابته، بس النقطه كلها انت مش هتعمله جوه البلان بتاعك، هتعمله فين؟ بره، يعني ما ارسمش البلان المهم واروح راسم في قلبه ايه؟ الميزانين، لا، بلان بره كده اكتب ميزانين بلان. خلاص ترسمه بابعاده بالاعمده اللي عليه، كام عمود، مساحته قد ايه، كام في كام، وتظبطها زي كده بالظبط، ما فيهاش حاجه. خلاص ده جزء، يبقى اللي اوت ده غالبا دروس بكتيريا بي تحت الدكتور بيطلبه من المطاليب بتاعه الايه الميزانيه. طيب التصميم هو نفس اللي انت خدته، بس الاختلاف هنا ان الكاميرا ان البلاطه اللي فوق دي ماسكه الكاميرا من فوق، مش انت دلوقتي لما بيحصل لاتر تورشن باكلينج بيحصل في الكومبريشن فلانج اللي هي اللي فوق هي اللي بيحصل لها الباكلينج، فانا لو جيت من فوق صبيت عليها خرصانه، اذا هي ما بقاش عندها سماحيه ان هي ايه تتحرك، فبالتالي مش هيحصل ايه لاترال، فبالتالي الدرس ده هو اسهل من درس الكاميرات، لان الدرس الكاميرات اصعب حاجه فيه هي مين اللاترال تورشن باكلينج، لان الشكايات كتيره تقعد تحسب بقى اللي هنسبورت اكبر ما اعرفش ايه، تخش في قوانين او مش عارف ايه، تخش في قوانين ثانيه، فالموضوع بيبقى ايه بيبقى صعب. واعتقد بنسبه كبيره ان دي اللي بتيجي في الامتحان اللي هي الايه الميزانيه اللي هو تقييم، ما يبقاش فيها غلط الا لو الدكتور حب يجيب لك مساله زياده، دي كده كده بنسبه 100% جايه، الموضوع منتهي، الميزانين بتيجي كده في الامتحان. ممكن بقى الدكتور يجيب لك جزء البيم لوحده كمساله يشوفك انت هتشيك على اللاتر تورشن باكلينج ازاي، ممكن وممكن لا، بس تركيزك الاساسي على مين؟ على المساله بتاعت الميزانين، لان اكيد 100% اللي هيجي لك. خلاص؟ طيب الموضوع بيبدا ازاي؟ ببدا انا هصمم الكاميرا الرئيسيه الكاميرا الثانويه وهنقل الاحمال بتاعتها على الكاميرا الرئيسيه وابدا اشتغل. انا لازم اصمم مين الاول؟ لازم السكندري الاول، عشان السكندري بيتشال على مين؟ على المين، فانا عايز اعرف الرياكشن بتاعها على المين كامل عشان ابدا اشتغل. خطوات تصميم الكاميرا زي ما انت خدت المره اللي فاتت، اول حاجه احنا بنصنف القطاعات لحاجه اسمها كومباكت سيكشن ونون كومباكت سيكشن وسليبت. كومباكت سيكشن يعني الاف بتاعته اللي هو الالاوبل ستريس في البندنج بيساوي كام؟ 64%. في الاف فيلد، الاف فيلد دي بكام؟ 2.4 طن على السنتيمتر المربع. ده في حاله ايه؟ لو انا خلصت او لو انا القطاع بتاعي كومباكت سيكشن. نون كومباكت سيكشن هو كام؟ 58% اف فيلد. والسلندر ليها تصميمات ثانيه زي مثلا هناخد بعد كده قدام شويه حاجه اسمها الكود فورم سيكشن اللي هي بتاعت السي بتاعت البرلين، دي ليها تصميم ثاني مش عاملها دلوقتي. تركيزنا كله فين؟ على الكومباكت والنون كومباكت. الكومباكت اللي هو كام؟ 64% اف بي، والنون كومباكت اللي هي كام؟ 58% من اف بي. طيب بتبدا خطوات الحل بتاعتك انك تحسب الاحمال التوتال الكليه اللي موجوده على القطاع. عايز احسب الحمل التوتال كله. جاي منين؟ جاي هنبدا على السكندري مثلا. عندك وزن الاسلاك محتاج تحسبه، ووزن الكاميرا نفسها، وفي طبعا في لايف لود، وفي فلود كفر. كل ده هيدخل معاك في ايه؟ حاجه اسمها الدبليو توتال. يبقى الدبليو توتال دي اللي هي الاحمال الكليه اللي عندك دلوقتي اللي على الكاميرات دي تبقى عباره عن كام؟ تبقى عباره عن وزن السلاب. السلاب بنقول جاما تي اس. الجاما بكام؟ 2.5. والتي اس هو الثيكنس اللي انت هتفرضه او اللي الدكتور هيقول لك في الامتحان. لو قلنا مثلا ايه 10 مللي 8 مللي زي ما الدكتور ايه؟ اللي هي البلاطه اللي احنا قلنا هنعملها فوق دي. دي خرسانه صح؟ دي خرسانه وزن خرسانه زائد عندك بيكون في فلور كفر وفي لايف لود. اللايف لود والفلور كفر المفروض بيبقوا جفن، يعني اللايف لود اكيد الفلور كفر لو مش معطى ممكن تاخده مثلا 0.15 على المتر المربع. خلاص يبقى اول حاجه انت محتاج تحسبها تحسب الاحمال التوتال اصلا اللي موجوده ايه كام. يجي لك القانون ده هتلاقي لو اقدر اكتبه لك هنا اهو، الدبليو توتال ده دي الاحمال الكليه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده على اللي عندك على الكاميرات بتاعتك اللي شغاله. طيب انا عايز اصمم السكندري، السكندري دي هتاخد نسبه كام من الاحمال دي؟ انا خلاص لما اجي احسب الوزن او الحمل بتاع السكندري هشيله هتضرب الدبليو توتال دي في ايه؟ الايه دي هي المسافه اللي هي من مين؟ من كل
كل سكندري دي سكندري شايله ايه نص من هنا ونص من هنا من جزء منين من الاحمال الكليه. فالجزء ده هي المسافه اسمها ايه؟ ايه. فنص ايه هنا ونص ايه هنا يبقى هتضرب في مين؟ هضربها في ايه؟ زائد الزياده. عليكم السلام. الزياده بقى شايله وزنها مش وزنها يعتبر برضه من الاحمال يعني السكندري شايله وزنها برضه يعتبر منين؟ من الاحمال. طب وزنها ازاي وانا اصلا بصممها؟ يعني انا اصلا مش معايا قطاعه اجيب وزنها منين؟ قال لك خلاص هنفرض نفرضه 50 كيلو او 0.5 خلاص يبقى وزن ده متر طول ده ايه؟ متر طول. طيب يبقى الكفر السكندري عشان اصممها اول خطوه عملتها حسبت الاحمال الكليه. الاحمال الكليه جايه من ثلاث حاجات وزن السلاب اللي هي الكفر في اس ولو الكفر بمين؟ لايف لود. اكيد السكندري او الحمل ده متوزع على كل السكندري مش على واحده بس. او انت عايز تصمم واحده بس هشوف الواحده دي شايله قد ايه من الاحمال الكليه؟ شايله ايه؟ ايه؟ فضربتها في كام؟ ضربت الدبليو توتال دي في ايه؟ زائد هي شايله مين؟ شايله وزنها. وزنها ده انا ما اعرفوش لان انا لسه ايه؟ لسه ما صممتش. فهجيب وزنها منين؟ هفرضه ب 50 كيلو خلاص؟ او اللي هو ايه؟ 500. تبدا بقى كده الخطوات التصميم العاديه. عايز اجيب جبت دلوقتي الدبليو سكندري دي عايز اجيب هجيب البندنج مومنت عليها اعتبرها كامرا سيمبل. الجزئيه دي فيها حاجتين يعني السكندري دي فيها جزئين في احيانا بتبقى كونتينوس احيانا تبقى سيمبل يعني ممكن يبقى الكاميرا اتصال الكاميرا دي مع دي كونتينوس مكمله يعني كانهم حاجه واحده واحيانا بتبقى سيمبل اللي هي واحده مقطوعه يعني البيله اهي تقف كده بتدخل كده والثانيه من وراها هنا ما بيبقوش مكملين مفيش حاجه تربطهم ده لوحده وده لوحده. واحيانا تبقى كونتينوس ان انا بقص شويه حته من الفلانجه من هنا حته من الفلانجه اللي من هنا واربطهم ببعض بطريقه معينه. الفكره كلها في الموضوع ده في المومنت بس كاستراكشر. انت لما بتعمل استراكشر كذا ركيزه بالشكل ده كده ويبقى عندي استراكشر وتحسب بقى المومنت ويجي لك سلبي ومش عارف ايه نيجاتيف هنا بوزيتيف هنا وهكذا. الفكره بس كلها هنا فين؟ اختلاف المومنت. لكن لو هي سيمبل لو هي سيمبل دي بتبقى عامله ازاي؟ هنرسم الكاميرا عادي وتاخد دبليو ال سكوير على كام؟ على 8. يبقى تاني اتصال السكندري مع بعض في حاجتين يبقى سيمبل بيم يعني ده ملوش علاقه بده يبقى ايه؟ كونتينوس. اعتقد يعني زي السنين اللي فاتت الدكتور ما بيشرحش الكونتينوس بيشرح ايه؟ السيمبل. فانا هشرح هنا السيمبل طبعا. هو لو شرح كونتينوس خلاص مفيش حاجه كل الاختلاف عندي ايه؟ لكن هو اخر كام سنه ما بيشرحش كونتينوس. لكن انت بينك وبين نفسك الموضوع ما فيهوش حاجه مفيش اي اختلاف غير في حاجات بسيطه واساسها كله على مين؟ على المومنت بتاع الكاستراكشر اللي انت واخده قبل كده خلاص؟ طيب انا هشتغلها دلوقتي كسيمبل لكل كاميرا لوحدها مالهاش علاقه ببعض. بالتالي انت مطلوب منك تطلع المومنت والشيء. المومنت هيساوي كام؟ المومنت هيساوي كام؟ اقول المومنت هيساوي دبليو سكندري اللي هي مين؟ خلاص دي سكندري او حمل كده كاميرا عليها حمل موزع قيمته اسمه ايه؟ دبليو سكندري خلاص؟ يبقى المومنت اللي عندي بيكون ايه؟ المومنت ال سكوير على 8 دبليو ال سكوير على ايه؟ على 8. ال سكوير اللي هي العرض او الطول بتاع مين؟ اس بتاع السكندري احنا مسمينها اس. يبقى دبليو في اس تربيع على كام؟ على 4. يبقى ده المومنت اللي مأثر على الكاميرا الايه؟ الثانويه. الله على 8 معلش على 8 ده ايه؟ المومنت اللي مأثر على ايه؟ على السكندري خلاص؟ يبقى دبليو هي دبليو ال سكوير على 8 الحمل الموزع على كاميرا سيمبل ما فيهاش اي حاجه دبليو ال سكوير على 8 خلاص؟ يبقى الدبليو دي هي مين؟ الدبليو سكندري اللي انت لسه حاسبها في الخطوه اللي قبلها والاس اللي هو طول الكاميرا بتاع مين؟ بتاع السكندري وتسمع على 8 ده كان ايه عشان القانون بتاع الاستراكشر. طيب عايز اجيب الشيل الكيو نفس الكلام هتركز الحمل وبعد كده تجيب الرياكشن هنا جبت الكيو في اي مشكله؟ اللي ايه؟ ده بيفضل على الاثنين بالظبط اكيد حمل موزع هتركزه وتقسمه على اثنين خلاص دبليو سكندري في ال وتقسمه على اثنين ما فيهوش حاجه هنعتبر ان ده اس يبقى دبليو سكندري اس على اثنين حاجه صعبه اللي هو الرياكشن اللي عندك فانت كده بتحسب حاجه اسمها الاستريمنج اكشن الاستريمنج اكشن تحسبها عشان تصمم خلاص يبقى حسبت مومنت وحسبت مين؟ ما حسبتش المفروض الخطوه اللي بعد كده انك بتطلع القطاع
طيب القطاع عندنا ايه؟ اي بي اي او اتش اي بي، اي بي اي او ايه؟ اتش اي بي. طيب عشان اطلع قطاع عشان احدده اشوف الاحمال اللي عندي، لو في احمال كبيره هم ام مثلا في اكس وام في واي، انت بتشوف الاحمال اللي عندك خلاص هستخدم مين؟ اتش اي بي. لو الاحمال مومنتات في اتجاه واحد خلاص هستخدم مين؟ الاي بي. طب المفروض الدكتور يحدد الامتحان يقول لك استخدم ده او استخدم ده، ما حددش استخدم ايه؟ خلاص؟ ده صح وده صح. اي مشكله؟ طيب خدنا في تصميم الكاميرا، كنت لما تصمم الكاميرا وتطلع قطاع الضحك تطلعه ازاي؟ بتحسب مين؟ حد فاكر في المحاضره؟ بتحسب الاس اكس صح؟ اللي هو موجود في الجدول، مش احنا كنا في التنشن والكونفريشن دي الاريا بلس احنا مش ده، في حاجه اسمها ايه؟ اس اكس دي الخصائص القطاع بتاع الامر. طب انا برضه في الاستراكشر بحسبه ازاي؟ هقول والله هفرض ان القطاع بتاعي الاول اسمه ايه؟ كومباكت سيكشن. يعني ايه قطاع كومباكت سيكشن؟ ده اسيوم، هتقول له كده اسيوم ان القطاع بتاعي انا هفرضه اللي هو ايه؟ كومباكت سيكشن. يعني ايه كومباكت سيكشن؟ يعني الاف بي بتاعته اللي هو التلو بتاعه كام؟ 64% اف بي صح؟ يبقى لما اجي احسب الاس اكس بتاعتي اللي انا عايز اجيبها هقول بتساوي كام؟ هتساوي المومنت اللي جاي على السكند، عشان اوصل دلوقتي السكند صح؟ المومنت ده انت جايبه منين؟ من دبليو ال سكوير على 8 صح؟ مضروب في 100 عشان الوحدات عشان تحوله ايه؟ لسنتي. وبعد كده مقسوم على كام؟ على الاف بي، الاف بي دي اللي هي ايه؟ 64% في مين؟ بعد ما بتجيب الاس اكس ادخل في الجداول، الجداول بقى دي احنا قلنا ايه؟ يا اما اي بي اي يا اما ايه؟ اتش بي. خليني مثلا دخلت الاي بي اي هدخل ادور في خانه الاس اكس هتلاقي في خانه كده ادور على نفس القيمه دي او اكبر بنسبه 100% مش هتلاقي الرقم اللي طلع لك هنا، هتلاقي ايه؟ تاخد القطاع مين؟ الاكبر منه وتطلع لي كده تكتب لي مثلا القطاع بتاعي اي بي اي مثلا 300 اي بي اي 500 اي بي اي مش عارف كام حسب بقى ايه؟ القطاع اللي عندي تمام؟ وبعد ما بطلع القطاع بخش خط ايه زي ما احنا متعودين شايف عايز اشوف التشيكات بتاعتي مظبوطه ولا لا. عندي اربع تشيك بشيك على حاجه اسمها هل القطاع فعلا كومباكت؟ اللي انا فرضت مش انا فرضت ان هو كومباكت، عايز اتاكد بقى هل هو كومباكت فعلا ولا نون كومباكت؟ بشيك على بندنج، بشيك على شير، وبشيك على ديفليكشن، بشيك عندي كام تشيك؟ اربعه. هتشوف القطاع هل كومباكت ولا نون كومباكت، تشوف القطاع عليه البندنج مومنت عليه مظبوط ولا لا، وتشيك على شير، وتشيك على مين؟ على ديفليكشن من اللايف لود. طيب ده ايه الكلام دلوقتي؟ طيب خلاص احنا صورنا كده المحياز عشان انا مش عايز امسح المحياز. الكومباكت اللي تشيك بتاع الكومباكت والنون كومباكت بيتهيألي الدكتور يوم في الامتحان هيجيب لكم الحاجات دي صح؟ في الجداول اللي هي القوانين بتاعت الكومباكت والنون كومباكت دي جايه في الجداول صح؟ او في الحاجات اللي هتتسلمها. انت بتخش الامتحان ما بتاخدش حاجه معاك، بيجي حد يعدي عليك المراقب الدكتور او المعيد اللي عليك ويعدي عليك يسلمك الورقه اللي فيها القوانين عشان ما تتفاجئش بالقوانين اللي جوه. هتفتح الموقع قبل الموضوع ده كله هتلاقي الدكتور منزل لك القوانين اللي نازل فيها هو اللي هتلاقيه، اي حاجه ثانيه هتحفظها. يعني اللي نازل على الموقع هو اللي هتلاقيه، اي حاجه ثانيه ايه؟ هتحفظها. طيب هنبدا باول تشيك اللي هو مين؟ بتاع الكومباكت والنون كومباكت. بنعمل حاجتين، بنعمل هنقسم سي سي على سي فلانجر، سي على تي فلانجر، لازم يطلع اقل من كام؟ 16 و9 على جذر اف تي. تقسم سي على تي فلانجر. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي الاي بالشكل ده. ادي الاي بتاعتي. المفروض هنا في زي ايه؟ زي كيرف كده صغير اللي هو بتاع الحديد ما بيتوصلش مع بعض كده زي 90 عشان يحصل كسر، فبيبقى زي كيرف صغير كده. السي انا بقيسها من هنا من بعد الكيرف لحد هنا دي بسميها سي. سميها ايه؟ سي. هقسمها على التي فلانج، التي فلانج اللي هي مين؟ طب اجيب التي فلانج دي منين؟ ما انا جبت القطاع. القطاع اول ما بجيبه بجيب ابعاد المساله كلها خلاص معايا، خلاص معايا اكس وير هو معايا بي فلانجا ومعايا تي فلانجا ومعايا كل حاجه انت عايزها خلاص؟ ده مش موجود في كده. في سي تاني موجوده بس مش هو ده. يعني في سي موجوده بس اللي هي ايه؟ ليها بعد تاني. ده لازم يتحسب اللي هو موجود في مين؟ في الفلانجا.
كل اللي انا عايز اعمله عايز اتاكد ان الفلانجه كومباكت والويب كومباكت ده لوحده وده لوحده. لو الفلانجه كومباكت والويب كومباكت يبقى القطاع كله ايه كومباكت. لو الفلانجه كومباكت والويب نان كومباكت يبقى القطاع كله ايه نان كومباكت. اي واحد فيهم يخل بالشروط يبقى ايه يبقى القطاع كله نان كومباكت. خلاص اعمل ايه مقسم السي هديك فلانجه. السي دي هحسبها ازاي؟ حد يعرف؟ ايوه في لاند كومباكت يبقى هقول السي بتساوي البي فلانجه هي كلها ناقص التي بتاع مين؟ الويب تي ويب ناقص تي ويب ناقص الاركين ناقص 2 ار اللي هو الراديوس بتاع ده الراديوس بتاع ده. كل الكلام ده قسمه على كام؟ على 2. ليه؟ لان انا عندي سي مين وسي ناحيه ايه؟ ناحيه الار. الار دي في الجذر. الار تجيبها منين؟ هتلاقيها موجوده في الجذر. خلاص؟ طيب نفس الكلام هنا ده بالنسبه للفلانجه. هتعوض السي على التي فلانجه هتبقى اقل. هنا السي على التي فلانجه لازم يبقى لي كام؟ 16 و9 على جذر ايه؟ اف يد. اف يد اللي هي مين؟ 2 و4 تحت الجذر. اي مشكله؟ طيب كمان التشيك اللي هو بتاع مين؟ بتاع الويب. قال لك هنقسم ايه؟ هنقسم الاتش الاتش ويب على تي ويب لازم يبقى لي كام؟ 127 على اف يد. هنقسم اتش ويب اتش ويب على تي ويب لازم يطلع عالي من كام؟ من 127 على جذر اف تي. خلاص؟ الاتش ويب اللي هو ارتفاع الويب بالصافي. ارتفاع الويب بالصافي هتلاقيه موجود في الجدول لوحده، لكن الجدول مكتوب لك اتش ويب. خلاص اللي هو الاتش من غير ايه؟ قيمة جذر الارقام دي. قيمة جذر من الجدول؟ ايوه موجود، قيمة جذر. او هتلاقي القيمة دي مديها لك اللي هي الحتة دي كام؟ القيمة مديها لك فتطرح اتش كل الكلية، يعني بيقول لك الحتة دي. هتطرح اتش الكليه ناقص الحته دي من هنا ومن هنا. يعني مثلا انا مش فاكر هي مكتوبه في الجدول ايه بس ممكن تكون مكتوبه سي سمول اعتقد يعني. يعني المفروض الاي اللي موجوده في الجدول تبقى كلها كومباكت. يعني انا على طول في اي اي المفروض كومباكت المفروض تبقى كومباكت. نان كومباكت امتى؟ في قطاعات اسمها احنا عندنا نوعين من القطاعات، حاجه اسمها بيلت اب سكشن، حاجه اسمها ايه؟ هوت روم. الهوت روم ده اي كله كومباكت عشان موجود في الجدول. اي قطاع بيلت اب سكشن ممكن يبقى نان كومباكت. ليه؟ لان ممكن انا وانا بقى يعني ايه نان كومباكت او يعني ايه بيلت اب سكشن؟ انا شغال في كومباكت عايز كاميرا متر 20 مش هتلاقي مفيش في الجدول كاميرا. هتروح انت للمصنع تقول له معلش اعمل لي كاميرا متر 20 يقول لك ماليش دعوه مش هيطلب لك الحاجه اللي انت عايزها. فمضطر انت تعمله ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ بيلت اب سكشن. يعني ايه بيلت اب سكشن؟ يعني انا بجيب بليد بالسيكونس اللي انا عايزه واعتبره هو فلانش واجيب بليد تاني راسي بالسيكونس اللي انا عايزه واعتبره هو مين؟ ويب. نفس الكلام هنا واجي اروح لاحد يلحموا بكامل بقى طول او مثلا 10 سم من هنا 10 سم من هنا 10 سم من هنا يعني حاجه اسمها رجل جراب بيبدا يلحم كده بحيث ان هو ايه يخلي الاي متصل مع ده وعامل له اللي هو الويب ده او البلانجه دي متصله مع ده. الكلام ده بيحصل يعني القطاعات البيلت اب سكشن دي بتحصل حتى في الحاجات البسيطه يعني احيانا انت مش شرط عشان بتعمل كوبري تلاقيها لا انا احيانا كنت بعمل حاجات كده تيجي انت مضطر عايز تعمل حرف تي قطاع حرف تي مثلا هتركبه مثلا في عمود هيشتغل لك بورتر فريم او حاجه زي كده. في حاجه اسمها بورتر فريم مكان البريسنج بدل البريسنج بعمل حاجه اسمها بورتر فريم او حاجه زي كده بقى بضطر ان انا اعمله على حرف تي. ساعتها كنت بجيب بلتات بدل ما اروح اشتري بجيب بلت وبلتة ثانيه وابدا اكتب بقى ايه هتلاقيها مكمله كده معاك في الاتجاه ده. يبدا الراجل اللي معاك مثبت دي على دي وماسك مكنه اللحام ويبدا ايه يشتغل من هنا مثلا 10 سم من هنا ويروح رايح الناحيه الثانيه 10 سم ثانيين 10 سم ليه؟ عشان خاطر البتاع ما يقوس. ما انت لو فضلت ماشي سخن في سخن كده في ناحيه واحده هتلاقيه هيقوس الناحيه الثانيه. فهو يبدا ايه؟ العمال يشتغل اللحام ده يشتغل ايه؟ يشتغل 10 من هنا 10 من هنا 10 من هنا 10 من هنا. في ناس بتحكم كله
تمشي شويه وترجع منها تمشي شويه هكذا حسب بقى ايه التصميم بتاعك وحسب طول اللحام والسيكنس بتاع اللحام الكلام ده تاخده ايه الترم الجاي تستير فيه. فاي مشكله لحد دلوقتي؟ يبقى البلت اوبسيشن انا بعمل قطاع زي كده انا اللي عامله. هل ده موجود في الجدول؟ لا ابعاده مش موجود في الجدول. فممكن لما اجي اعمل التشيك ده يطلع لي هو ايه اصلا؟ نون كومباكت. فايه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص يتطبق عليه النون كومباكت. فساعتها بدل ما بتعمل الاف بي على 64 هتبقى على كام؟ على 58. لكن القطاعات البترول اللي موجوده في الجدول هي ايه؟ خلاص هي كده كده كومباكت. فالتشيك ده ينفع في الايه؟ في البلت اوبسيشن. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه او كتاني حاجه بقى احنا بنعمل لها تشيك اللي هي مين؟ البيندنج. يا باشمهندس يعني لو هي بلت اوبسيشن هنشتغلها انت كده كده هتعمل القانون دلوقتي ده كده كده التشيك ده هتعمله سواء بلت اوبسيشن بس هي بنسبه 95% عندنا في المنهج بنعملها ايه؟ كنترول سيكشن معلكش بلت اوبسيشن. البلت اوبسيشن ممكن تدرسه قدام انا مش عارف في 3 و 4 في حاجه زي كده ولا لا بس انا بقول لك عموما بيسال باشمهندس كان بيسالني ليه بطبق قانون هو اصلا كده كده هيطلع كومبوت ليه بفهمه ليه عشان خاطر انا ساعات بعمل قطاعات حرف اي بتكون ايه بتكون بنت ارسكشن فمضطر ان انا استخدم القانون ده فساعتها اعرف التشيك بتاعي يبقى 58 ولا 64 خلاص. تاني حاجه معانا هي مين؟ البندنج بحسب ايه؟ هروح والله يا عم هحسب الاف بي الاصليه عشان انا كنت فارقها ب 64 ده اللي هو الالو. انا هحسب بقى الاكشوال اللي هي ايه الفعليه بتاعتي هتساوي مين؟ هتساوي المومنت على مين؟ على اس اكس. انهي واحده؟ الجديده اللي انا دخلت الجدول جبت قيمه ده دخلت بقيمه مين؟ دخلت بالقيمه دي جبت قيمه اكبر منها لما اجي اعوض بمين؟ الجديده وأقارنها بكام؟ أقارنها بالرقم اللي أنا مطلعه اللي هو كام؟ أقول لنا فرضه من الأول اللي هو كام؟ اللي هو 64% بس الإف على أكيد. فاهم مشكلة لحد دلوقتي؟ طيب وبعدين هشيك على مين؟ الشيب الكيو هتساوي إيه؟ هتساوي القوة اللي عندك اللي هي بتاعت الكيو بتاعتي اللي أنا جايبها منين دي؟ اللي انا وانا بحسب من الاول حسبتها اللي هي كانت الرياكشن اللي هي كانت الار مقسومه على اتش في تي على اتش اللي هو الارتفاع والتي اتش ويب في تي ويب. احيانا الناس تقول لك الاتش بقى كلها ولا الاتش ويب المفروض ان الويب هو اللي بيشيل شيء المفروض. ففي ناس بتستخدم الاتش ويب وفي ناس تقول لك يا عم اتش كلها وخلاص مش فارقه في ايه مش فارقه فانت على حسب المحاضره مش شرحها ازاي. الاصل ان 99% من الشير بيشيلوا مين؟ الويب. تمام؟ فعشان كده الناس تقول لك لا انا خلاص مش هاخد الاتش كلها، انا هاخد الاتش بتاعتي اللي هي ايه؟ اتش ويب. خلاص؟ في تي ويب، يبقى تروح عامل ايه شير بتساوي كيو، الكيو دي اللي هي الرياكشن اللي احنا لسه مطلعينه من هنا على ايه؟ اتش ويب في مين؟ في تي ويب، وقارنها بكام؟ 35% اف تي. لازم يطلع على عشان يبقى ايه؟ يبقى حاجه صعبه؟ طيب يبقى احنا كده عملنا كام تشيك؟ ثلاثه. فاضل لنا مين؟ الرابع اللي هو الديفليكشن. الديفليكشن بيتحسب من اللايف لود بس. الديفليكشن بيتحسب منين؟ من اللايف لود. عشان كده هتلاقيني كاتب لك قانون في حاله السكندري الديفليكشن هيساوي 5 على 384 في دبليو لايف لود في اس اس 4 على اي اللي هو المود الاستاتستي اللي هو 2100 سنه على السنتيمتر المربع في اي اكس اللي انت هتجيبها من الجدول. يبقى ده الديفليكشن بيساوي 5 على 384 في دبليو لايف لود في اس اس 4 على اي فاي اكس. وخلي بالك القانون ده ماشي مع السيمبل دي ماشي مع مين؟ لو الدكتور شرح الثانيه كونتينوس هتلاقي في قانون ايه؟ هيبقى في شويه اختلافات. خلاص؟ هقارنها بكام؟ هقارنها بالاس على 300. لازم يطلع اقل من كام؟ من اس على كام؟ على 300. الاس اللي هي الاسبان بتاعتك او اللي هي الطول بتاع الكاميرا. الاس بتاعتك اللي هي طول الكاميرا السكندري على كام؟ على 300. فايه المشكله؟ يبقى احنا عملنا كام تشيك؟ أربع تشيكات. أول حاجة شفت القطاع كومباكت ونون كومباكت،
بعدين شفت البندنج، شفت الشير، بعد كده شفت ايه اللايف الديفليكشن من اللايف. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ تقريبا هو نفس الكلام اللي انت هتشوفه. كان في تشيك بقى المفروض تعمله عشان تبقى انك فاهم. ايه هو؟ ايه التشيك اللي انت هتعمله؟ ملوش حسابات عشان تبين انك انت فاهم. تشيك ستريس الباكلينج الاول بتاع اللاتر دورشن باكلينج اللي انا قلت. مش احنا كنا لما بنيجي نصمم اللاتر دورشن باكلينج كنا بنقول ايه؟ بتحسب الايه اللي انا سبورت صح؟ ايوه الايه اللي انا سبورت هو الطول اللي هيحصل له ايه؟ اللي هو مش ممسوك. بما ان دي كلها ممسوكه فمش هيحصل لها ايه؟ عشان في ثبات خرسانه فمش هيحصل ايه؟ اللاتر دورشن باكلينج. فتروح كاتب كده يبقى تكتب كده مثلا بعد البندنج مثلا او اي حاجه تكتب اللاترال تورشن باكلينج ال ان سبورت بيساوي كام؟ زيرو. يبقى ساعتها تقول له لاترال تورشن باكلينج. مش تقول مش تشرح انت بتقول له ايه ال ان سبورت بيساوي صفر معناها ايه؟ هو ده الاختلاف اللي بين الدرس ده والدرس اللي فات. ال ان سبورت او لاترال تورشن باكلينج ده كنت بتدخل فيه ما بتطلعش. تدخل فاكر كده كان صراحه اسمه قوانين. تدخل في الكود ما تطلعش منه تاني على ما توصل له بقى ويحل لي لو وصلت له صح. فان شاء الله يعني الدكتور ايه يجيب لك المساله دي يبقى ايه اللي سبورت ايه؟ شرحت بقى في الفعل التشيكات دي. هتلاقي كده كتير لو هو اقل من كذا واكبر من كذا فتعمل كذا لو هو حوار. فانا بصراحه ما بشرحهاش. عايز انت لازم تعرفها كده كده عشان لما تيجي تصمم بره وتشتغل تصميم لازم تبقى ايه؟ احنا هنصمم الكاميرا ده اكيد. الايه؟ تشتغل ايه؟ تشتغل غصب عنك تشتغل. محدش هيشتغل شغل المزاج. او اشتغل تنفيذ ستيل عادي يعني. اشتغلت تنفيذ ستيل مفيش مشكله في الموضوع. بالعكس هو انضف حاجه تنفيذ ستيل. تنفيذ الستيل هو انضف حاجه بصراحه شفتها. احسن لا صمم السكندري بيم نبدا نصمم ايه؟ المين بيم. ببدا انا الاحمال بتاعت السكندري او الرياكشنات بتاعتها على ايه؟ على المين اللي عندي خلاص؟ فبيطلع لك شكل رسمه تحت الشكل ده حسب ايه؟ حسب الابعاد. هتبدا فاكرين البيان اللي انا كنت رسمه؟ أيوة. تشوف المين شايله كام بي؟ يعني في المين دي شايله كام ايه؟ كام بي؟ هل مثلا شايله ثلاثه؟ تروح حامل ثلاثه رياكشن. أيوة. شايله اثنين؟ اثنين رياكشن. شايله واحد يبقى واحد. كل حاله من دي ليها شكل مومنت مختلف ده ايه؟ هي كلها استراكشر. كل الموضوع كله ايه؟ استراكشر. عشان دي بتبقى احمال مركزه وعندك حمل موزع. الحمل الموزع ده اللي هو مين؟ اللي هو وزنها؟ اللي هو وزن المين؟ وزن المين بي. المين بي. وانا في السكندري فرضت الوزن بكام؟ وبوينت هو 5 اللي هو 50 كيلو. هنا هفرضه 100 كيلو. طب اتفضل. بالنسبه للاتش بي يعني هنعمل لها ده انا جاي السكندري مش عارف انت بتعمل ايه. بي لا سكندري مين بس ده كانت على الحرف فما شالتش الايه كلها. ماشي لا هتصمم اللي بوله بس صمم اللي بره. مع كده كده خلينا ان احنا صممنا اللي بره غير دي لا ازاي هتيجي هنا كله معلش لا الطرف اعمله كذا تبقى كلها حاجه واحده خلاص. هنا المين بي المين بي شايله ايه؟ شايله ار من السكندري. شايله ار من السكندري. هنا بتفرق بتفرق ليه؟ لان المين المين بي لو هي في النص هتشيل سكندري من اليمين وسكندري منين؟ من الشمال فكانها على حمل ايه؟ تمام؟ لو هي من طرف واحد فشايله ايه؟ نص الحلم. عشان كده هنا بقسمها لك ار سكندري. لو اتش بيم يعني الكاميرا المين بيم دي اتش طرفيه فهي شايله حاجه واحده فبيضرب في كام؟ نص. دبليو سكندري في اس. نص. دبليو سكندري في مين؟ في اس. لو هي انترميديت فهي شايله من ناحيتين يبقى اضرب في كام؟ دبليو سكندري في ايه؟ في الاس على طول. يبقى كام؟ الكاميرا الار سكندري. الرياكشن بتاعها شوف انت عندك كام رياكشن عشان تحصل عليها حمل موزع قيمه الحمل الموزع ده كام؟ 1/10 اللي هو الاون ويت بتاعها اللي احنا فاضلينه 100 كيلو لو 1/10 طن خلاص؟ الار سكندري دي عشان تحسبها يا تبقى اتش بيم يا انترميديت يعني وسطيه يا طرفيه. لو وسطيه هتضرب في كام؟ نص دبليو سكندري في اس. الدبليو سكندري دي جايه منين؟ جايه جزء نسبه من الدبليو توتال. الدبليو توتال دي جايه منين؟ جايه من الفلور كفر ومن اللي احنا كنا جبناها هنا من شويه. جايه من البطاطا والفلور كفر واللايف بوك وكمان وزن مين؟ السكندري. بعد كده كده المين شايله السكندري فشايلاها
وشايله اللي فوق. يعني شايله وزنها وشايله كمان ايه اللي فوق. طيب بعدين تحسب المومنت. المومنت ده في النص ايه؟ انت بقى تعمل تركيز حاجه، تبدا تطلع رياكشن، تاخد سيجنال المومنت هنا ده ناقص ده وهكذا. يبقى في حمل مركز وتعيش حياتك بقى براحتك حسب بقى ايه الرياكشنات اللي عندك. عندك ثلاثه، عندك اثنين، عندك واحد بس من النص، براحتك بقى اشتغل. لما تركز لواحد من عشره في الحته دي حمل مركز، وتبدا تاخد سيجنال مومنت فين؟ في النص. وفي نفس الطريقه تجيب مين؟ الكيو. الكيو دي اللي هي ايه؟ الشير الرياكشن اللي عند الركيز. هتجمعهم مع بعض وتركز الحمل كله وتسيبهم على الحمل. مش مهندس وما ينفعش اسيح الحمل على السبان واشتغل على حمل مركز. الحمل مركز يعني دلوقتي عندك كاميرا موزعه على حمل موزع وعندك احمال مركزه، هتسيحها ازاي؟ لان السكندر ايه؟ مش جاي في كل الكاميرا، هو جاي في حته بس. لكن هي وزنها الديد لود بيعتبر، الديد لود بيعتبر ايه؟ موزع. لكن الرياكشنات اللي جايه عليها بتعتبر ايه؟ احمال مركزه. طيب ازاي لحد دلوقتي؟ طيب وبعدين انت التشيكات عندنا كام تشيك؟ عندنا اربع تشيكات. نبدا نخش على مين؟ البندنج اللي هو تشوف كومباكت ولا كومباكت الاول، اللي هي القوانين دي. وبعدين تدخل على البندنج بس بقى تغير كل ايه؟ كل حاجه وتغير فيها. بدل ما كنا بنستخدم ام سكندري هنستخدم مين؟ يعني هنا بنستخدم ام سكندري. لو بتصمم مين يبقى ايه؟ ام مين. طب ام مين ده جاي منين؟ هتاخد تحسب المومنت، ارسم الرسمه بتاعتك حسب كل مساله. شوف الكاميرا مين شايله كام سكندري وتحط الارات بتاعتها. ممكن تلاقيهم اثنين بس، ممكن يبقى فيه كاميرا واحده بس، حسب ايه؟ شكل المساله اللي عندك. خلاص؟ وبعدين تاخد سيجما الماكسيمم مومنت اللي هو على فين؟ اللي هو في النص. تبدا تشوفه هيطلع بكام، تاخد المومنت تحسب بقى ايه اللي هيطرح مع ايه اللي هيتجمع وتوصل لمين؟ للمومنت اللي هنا. تعوض بيه في البندنج تطلع ايه؟ اللي تطلع مين؟ الاف بي. صح؟ طبعا قبل الخطوات دي كلها بنطلع ايه؟ الاس اكس. تطلعه من انهي مومنت؟ مومنت المين. بدل ما بتاع السكندري هيبقى مين؟ ام مين بي، صح؟ مضروب في 100 وتفرض برضه ان هي كومباكت اللي هو كام؟ 64 من 100 وهكذا. وتخش الجداول وتطلع بقى اي بي بي ولا اتش اي بي ولا اي حاجه وتكمل. هتعمل تشيك على البندنج وتشيك على الشير واخر واحد اللي هو مين؟ الديفليكشن. الديفليكشن جاي منين؟ من اللايف لو. الحاجه اللي انا هشرحها وعايزها دلوقتي هي الديفليكشن، ليه؟ اللي هو مختلف. احنا قلنا من شويه الديفليكشن بتاع السكندري كان فيه قانون. انهي قانون؟ 584 في دبليو لايف لود اس اس 4 على اف اي اكس، صح؟ هنا بقى الوضع اختلف. ليه اختلف؟ عشان في احمال مركزه. ليه اختلف؟ عشان ايه؟ فاكرين بقى الكونجيكيت بيم ومش عارف ليه في الكلاس هي بقى نفس الطريقه. طب بتعمل ازاي؟ هرسم الكاميرا عادي. ليه مش حاطط عليها حمل موزع؟ لا الوضع عندي احمال ثانيه برضه. لا عشان انا قلت الديفليكشن بتحسب من مين؟ من اللايف لود. والحمل الموزع ده كان ايه؟ الوزن كان ديد وزنها. فانا هحط مين؟ الار. بس انهي ار بقى؟ ار لايف لود. لكن انت كنت حاسب هنا ار مين؟ السكندري. السكندري اللي هي جايه من الديد واللايف. انا عايز الار لايف بس. طب الار لايف لود بتحسب ازاي؟ هضرب اللايف لود في ايه؟ في اس على 2 لو هي اتش. لو هي اتش بتقسم لكنه نصها. لو هي انترميديت اللي هي في النص هتبقى ايه؟ لايف لود في ايه؟ في اس. في اي مشكله؟ يبقى انا طلعت مين؟ ار لايف لود. ار لايف لود. هبدا ارسم المومنت بايه؟ بالحاجات دي. ارسم المومنت ازاي؟ هجيب رياكشن. هجيب مين؟ رياكشن. الرياكشن ده اجيبه ازاي؟ اجمع واسمع الاثنين. خلاص؟ وبعدين عايز احسب المومنت هنا والمومنت هنا. قيمه المومنت دي بتساوي ايه؟ الرياكشن في المسافه دي. صح؟ يبقى لو ضربت ار فدي طلعت مومنت هنا. طب قيمه المومنت هنا بتساوي ايه؟ هتساوي ده هنا ناقص ده في المسافه دي. يبقى نطلع المومنت اللي هو ايه موجود هنا ده. الثانيه النص الثاني نفس الكلام. النص الثاني ايه؟ نفس الكلام. بس انا ما يهمنيش الا نص واحد كده. ما يهمنيش غير ايه؟ والنص واحد. هيطلع لك في الحاله اللي فيها الثلاثه رياكشن دول هيطلع لك حاجه عامله زي كده. Thank you.
كجندي المورد هتلاقي في قيمة كده قيمة أقل منها شوية عاملة شبه منحرف كده وقيمة كده. الكونسبت بتاع الكونسبت بيم أو اللي هو اللي أنت بتقسم بتحسب فيه الإلاستيك مومنت على أساس الإلاستيك مومنت ببدأ أقسم الشكل اللي قدامي لأشكال متساوية ينفع أحسب مساحة هنا مثلا هتبقى إيه؟ أدي المستطيل ومين؟ المساوي وركز هتركز ده إف واحد وده مثلا إف اتنين وده مين؟ إف تلاتة المفروض فيه زي يوم تاني اف واحد اف اثنين اف ثلاثة يبقى اذا لما تيجي تجيب الرياكشن الايه؟ لما تيجي تجيب الرياكشن مش انت مش محتاج غير مجموع الثلاثة الرياكشن اللي هيبقى هنا الرياكشن اللي هيبقى هنا هيبقى كام؟ هيساوي اف واحد زائد اف اثنين زائد اف ثلاثة ليه؟ لانه بيساوي عشان هجمع كله واقسم على اثنين ولا نص يمين زي نص الشمال بالتالي لو جمعت الثلاث قوى دول هيعمل ايه؟ هيبقى مظبوط كل اللي انت عايزه عايز تجيب مومنت اسمه الام الاستيك اللي هو اللي هنا ده المفروض هتعمل تركيز المثلث هو اف واحد تركيز المثلث بيساوي ايه؟ تضرب هتشوف بقى الارتفاع ده كام وتبدا تضرب ايه؟ نص القاعده في الارتفاع هتشوف نص العرض ده مضروب في الارتفاع ده اللي هو الفرق بين قيمه المومنت ده وبين قيمه المومنت الثاني ده ما انت جبت تركيز المثلث طب والمستطيل طول في عرض اللي هو ايه؟ الطول ده مع فين؟ العرض بتاع المستطيل، يبقى انت معاك كيف اتنين، طب المثلث ده نص القاعدة في الارتفاع بالمسافات. تمام؟ وتبدا تشوف بعد القوة عن مين؟ عن المركز، أو عن السنتر بتاع مين؟ بتاع الكاميرا. هنا مثلا المفروض التركيز بتاع المثلث بيكون في ايه؟ التلت والتلتين، تلتين من البعيد والتلت من القريب. المسافة دي كام؟ المستطيل ده بيكون فين؟ في نص المسافة. طيب والمثلث تلت وتلتين برضه يبقى تشوف المسافه من هنا لهنا كام من هنا لهنا كام وهكذا وبعد كده تاخد المومنت المومنت تحسبه ازاي؟ هو المومنت الاستيك قوه في مسافه ده مثلا لو سميته ار يبقى اروح ضارب مثلا ار في المسافه دي كلها ناقص دي بتعمل مومنت كده يبقى التانيين عكسها ناقص اف 3 في المسافه دي ناقص اف 2 في المسافه دي ناقص اف 1 في المسافه دي هتطلع حاجه اسمها ايه؟ ام الاستيك من مين؟ من اللايف لود بعدين ترجع على القانون بتاع القانون بيقول لك ايه؟ ان الديفليكشن بيساوي الام اي اللي انا لسه حاسبه دلوقتي في 10 اس 6 عشان الوحدات على اي اكس في اي بقارنه بكام؟ الاس على 300 دول موجودين في الجدول؟ ايه اللي موجودين في الجدول؟ الاي خلاص ده المودرس الفرنسيست بتاع اللي هو 200 طالع على السنتيمتر المربع والاي اكس تجيبها منين؟ من الجدول خلاص والعشره والسته دي عشان تثبيت الوحدات كلها مع بعض وتقارنها بكام؟ طب اس الاس طبعا هنا الممنوع احنا بنقول عليها ال يعني اللي هو طولها على 300 بالظبط وتشوف الديفليكشن هيبقى اقل منها ولا لا في اي مشكله؟ يبقى تاني تاخد بالك ان اللعبه كلها فين؟ في الديفليكشن في الحالتين في حاله السيمبل في له قانون اللي هو 5 على 84 لكن ده مختلف وهيتغير معاك في المساله حسب ايه؟ يعني شكل المومنت ده مش هيبقى ثابت. لو انت عندك اثنين رياكشن غير لو انت عندك حمل مركز في النص غير لو انت عندك ثلاثه غير لو انت عندك اربعه كل حاجه وليها ايه؟ وليها شكل مومنت فكل اللي مطلوب منك انك تبقى عارف الاستراكشر بتاع اولى ابتدائي. خلاص؟ في اي مشكله؟ حد عنده مشكله؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله هنجيب